صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيدة جبيلي وعلي الشقير، متابعة لعملية إجلاء التي تحصل في هذه الأثناء. نحن نتواجد في واجهة بيروت البحرية، مئات العائلات تتحضر لعملية إجلاء ستقوم بها السفارة التركية عبر باخرة، ستحط عند الساعة 12 هنا في مرفأ بيروت، ستكون محملة بالمواد الغذائية، ومن بعد ما يعني ستنقل الحمولة من المساعدات الغذائية والطبية ستعود إلى هنا لنقل المواطنين عبر الباخرة، وستعمل على عملية إجلاء إلى تركيا. بهذه الأثناء مثل ما عم نشوف العائلات عم تنزل من سياراتها وتتحضر بشنطة وكل حاجياتها، نظرا لتوسع التصعيد اليوم في لبنان لم يجد عدد كبير من العائلات، لم تجد نفسها إلا وأنها تسعى للهرب من الغارات العنيفة. خلينا نعمل بهيدا الجولة مثل ما عم نشوف ناطرين لهي الباخرة، يبدو حتكون النطرة طويلة بحسب ما كان المفترض أن تصل باكرا الطائرة. طلب من المواطنين بأن يحضروا من الساعة 9 حتى الساعة 11، يبدو بأنه الطائرة تأخرت من الإقلاع وستصل عند الساعة 12 إلى هنا لنقل. بدنا نشير إلى أنه هيدي أول باخرة إجلاء عبر البحر رح بتصير، عدد كبير من المواطنين يعني يعمدون إلى الخروج من لبنان عبر الطائرات. بطل رفيق الحريري الدولي لا يزال يعمل حتى هذه الساعة، إلا أنه البحر وبتحديدا الباخرات هيدي أول باخرة. حنفوت معكم بهيدي الجولة مثل ما عم نشوف الناس عم بتحضر عم بتحضر شنطة وهنا تحصل عملية تسجيل الأسماء للتأكد من كل الأوراق تحضرا للسفر. طبعا الغارات الإسرائيلية طالت أيضا معبر المصنع الحدودي ومحيطه، عدد كبير من السوريين وحتى اللبنانيين نزحوا عبر هذا المعبر الذي يربط لبنان وسوريا، إلا أن هذه الغارة لم تسمح بمرور الشاحنات والسيارات، لذلك عم نشوف كنا بالفترة الماضية وحتى هذه الساعة لم تتوقف عملية النزوح عبر البر وتحديدا من المصنع، إلا أنها تحصل مشيا على الأقدام مثل ما عم نشوف كل الحاجيات محضرين غراضهم. مرحبا، يعطيك العافية حجة، يعني عم نشوف محضرة غراضك وحتنطلقي عبر البحر اليوم. خبرينا أكثر، يعني منعرف اليوم الوضع صعب عم بيكون. حضرتك من وين؟ من أي منطقة؟ تركيا. أنت عايشة بتركيا؟ بلبنان. بلبنان 100%. من أي منطقة بلبنان؟ مصايد بي. من مصايد بي. اليوم التوسع دائرة الاشتباك والتصعيد والغارات هي اللي خلت المنطقة كتير صعبة، والوضع ما بيتحمل يعني، وجوزي كتير بخاف، اضطريت اطلع مع انه شغلي تحت وكل شيء، بس ما قدران خلص. كانه ما عندك رغبه بانك تغادري لبنان اليوم؟ لا صراحه لا. هو شعور بيكون ممزوج بين ال مع انه اخوتي فوق وبنتي فوق، بس مضطر الحمد لله. كيف كانت عمليه تسجيل الاسماء عبر هيدي الباخره؟ عرفتوا تفاصيلها؟ قد ايه رح تكون عبر البحر؟ كم ساعه؟ 12 ساعة وقتنا حطينا أسامينا صرنا أسبوع وعطونا خبر وجينا، ومفروض هلأ من ساعة 12 تقريبا أنه تنطلقوا بطبيعة الحال. الله يخلصوا إن شاء الله، كميات كتير إن شاء الله. ما شاء الله في أعداد كبيرة وبعدها عم تتزايد لهون. شكرا لإلك، على أمل توصلوا بالسلامة ونخلص من هيدا الكابوس إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، دخيلك يا رب، أمين يا رب. شو بتقولي اليوم للبنان اللي عم بتغادريه؟ حرام حرام والله حرام، ما بيستاهل، والله ما بيستاهل.
حرام بهدل العالم. شو يعني شوف العالم اللي بطرقات عن جد ما في حدا ما بكي، ما في حدا ما داعي على العالم اللي بطرقات بكرتونة، عم يعمل بيت بكرتونة، حرام والله حرام. شقة وتعب وعمر وسنين بكفي هالقد، والله حرام. الله يفرجها. شكرا لك أمين. حنكفي مع هذه المقابلات اليوم، نحن موجودين لكل اللي عم ينضموا لنا مباشرة على الهواء. هيدي أول عملية إجلاء عبر البحر تحصل من لبنان وعبر مرفأ بيروت. باخرة تركية محملة بالمواد الغذائية ستصل وستفرغ الحمولة في مرفأ بيروت. طلب من كل المواطنين التوجه إلى هنا إلى واجهة بيروت البحرية المعروفة بيال وسي سايد أرينا. عدد كبير من العائلات هن أتراك ولبنانيين أتراك يتحضرون للانطلاق عبر البحر في عملية الإجلاء هذا. خلينا ناخذ بعض المقابلات. طبعا يعني واضح بانه اليوم في شعور ممزوج بين الحزن. اللبنانيين اليوم مضطرين انهم يغادروا بلادهم على وقع استمرار الغارات العنيفة. مرحبا، شو اسمك انت؟ اسمي قصاي. قصاي، اليوم رايح على تركيا صح؟ صح. وحتفل من لبنان. كنت وين انتو كنتوا عايشين؟ كنا عايشين بالضاحية. بالضاحية، كيف كانت الغارات؟ كنت عم بتخاف؟ ايه. خبرني أكثر، كيف ظهرتوا من الضاحية؟ والله وعش بدون. كنتوا عم تسمعوا كتير أصوات وظهرتوا وعلقتوا بعجقة؟ ايه صح. كنا عم نسمع صوت كتير قوي وكان كتير في عجقة ما قدرنا نطلع، ونزلت البناية اللي حدنا حتى كمان مبسوط هلا لأنك فايل من لبنان؟ ايه مبسوط. شكرا لك. فإذا عم نشوف أيضا أطفال وعائلات بأكملها سوريين ولبنانيين يتحضرون ل مغادرة لبنان. فإذا عم يطلب من كل المواطنين التقدم بهيدي الأثناء. فوت كل اللي مش بالصف. طبعا الأعداد عم بتزيد هون بهيدي النقطة بالبيال استعدادا للانطلاق. حيتم إدخالهم. مرحبا. مرحبا استاذ. يعني عم يحضروكم للمغادره اليوم من لبنان. اول شيء خبرني حضرتك من اي منطقه هون كنت عايش؟ انا براس النبع ساكن. اخذ اولادي وطالع على تركيا. حضرتكم أتراك؟ نعم، معي جنسية تركية ولبنانية. واللبنانية اليوم هو شعور بين الحزن وممزوج بشو؟ ظروف هيك صعبت، يعني ما حابين نترك هون كمان. إن شاء الله لما ترجع الأمور يعني تهدى شوية بنرجع. هيدي أول مرة حتكون بتركيا؟ عشت فترة بتركيا؟ نعم رايح كتير على تركيا. على سلامة، كيف لقيتوا الإجراءات اليوم؟ هلا بعدني شي واصل، يعني ما بعرف شو البروجرام تاعهم هلا كيف. شكرا لك، مثل ما عم نشوف عم يتحضروا للمغادرة. حاملين أغراضهم وكل ما يلزم له. مرحبا. حضرتكم من وين؟ من اي منطقه بلبنان؟ نحن من الاوزاعي. من الاوزاعي، اكيد الاوزاعي مثل غيره تعرضت كثير لغارات. بس الصوت قوي كثير. الصوت قوي كثير. الاولاد هن اللي بيجبروا الاهل بطبيعه الحال مغادره. 100%. في خوف اليوم عند الاولاد بطبيعه الحال. كثير. صح. شعوركم اليوم ممزوج بين الحزن. ايه. ما حابين تغادروا؟ ايه اكيد تركي جوزي هون انا.
وبيتي والمدرسة وكل شيء والوضع وما بتعرفي شو ناطرك، وانه تبقي تاخدي ريسك بولادك وبعدين تندمي انه ما رحتي، ما فيي كمان ما بقدر خاطر فيهم، كرامتهم انا رايحة بس هيك. فضلت حضرتك انك تبقى هون؟ صح، شغلك بيفرض عليك انك تبقى 100%. كثير من العيال عم بيصير هيك، يعني عم يبعتوا يعني زوجاتهم واطفالهم والرجال عم تبقى بالبلد. صح 100%. كمل العمر الله يفرجها. عندكم معلومات كم ساعه حتبقوا بالبحر؟ ابدا ما قالوا لنا. امتى تلقيتوا امبارح؟ دقوا لي على الساعه شي وحده الظهر انه انت واولادك حضروا حالكم، على اساس كان التجمع الساعه 9، انبسطنا انه بكير وفجاه صار التجمع بين 11 و2 الظهر، وما كانوا يقولوا لنا اي ساعه ممكن تمشي الباخره وقد ايه بدها وقت، كل هول التفاصيل ما عندنا اني ديتيلز. يعني بحسب المعلومات تأخرت الطيارة من تركيا، عفوا الباخرة تأخرت، من مش معودين نقول باخرة بالعادة يعني للأسف، انه هيدي استثنائيا بتصير عملية الإجلاء عبر البحر بطبيعة الحال نظرا للحرب القائمة. مزبوط مزبوط. شكرا لك على هيدي المداخلة. طبعا عدد كبير من العائلات فضل انه الرجال او رب المنزل انه يبقى بلبنان. مرحبا، عم شوفك هيك حاوطة بشناتي، كيف عملية التحضر للانطلاق عبر البحر؟ ما بخبري كيف صارت هيك كركبة بكركبة وقبل بيوم، وبتعرفي أنا موظفة، ف يعني بس نوصل بخير وكون هيك بأمان. عن جد ما في أمان بلبنان، هيدا اللي دفعك. ومين مسافرة؟ كل أهلي. كل أهلي كل عائلة كان؟ كلنا طلعين صح. رجال ونسوان كلنا وولاد صغار صراحة. خليني ساعدك. أوف سوري يا وفاء، شناتي عم يوقع. أنا ما قادرة أحمل حتى أربعة. هيدا الواقع جبر عليه اللبنانيون جراء الحرب الدائرة في بلدهم. هربا من الغارات الإسرائيلية اللي طالت ليس فقط جنوب لبنان، توسعت دائرة الغارات لتطال أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى ككيفون، في علي، جبل لبنان، كسروان وغيرها. يعني بالتزامن مع هؤلاء الأشخاص اللي عم يتحضروا للإجلاء عبر البحر عبر السفارة التركية والباخرة التركية، عم نسمع المسيرة في سماء العاصمة بيروت. هي لم تغادر سماء بيروت ولا تغادر. يستيقظ اللبنانيون كل يوم على هذا الصوت والخوف الأكبر من غارات قد تطال مناطقهم وأبنيتهم وحياتهم. هم تلقوا رسائل واتصالات من السفارة التركية تطلب منهم التحضر للانطلاق والحضور إلى هنا منذ الساعة 9 حتى الساعة 12، إلا أنه تأخر الباخرة وانطلاق متأخرا من تركيا دفع السفارة إلى تعديل الوقت ليكون بين الساعة 11 والثانية من بعد الظهر. فينا نفوت لجوا ولا لا؟ المفروض نبلع. قالوا انه فينا نفوت بالكاميرات لجوا على علمكم ولا لا؟ لا لا فينا.
خلينا نجرب ندخل. لنكون عم ننقلكم الصورة والأعداد الموجودة بالداخل. مسافرة لبسينة معك كمان. اليوم عدد كبير، يعني شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي لما اضطروا العائلات انهم ينزحوا من جنوب وحتى من بيروت، نسيوا او ما عندهم قدرة انهم ينقلوا معهم حيواناتهم الأليفة. اليوم حضرتك ما قدرت تستغني، وكأنه هي روحة ومش عارفين امتى رح ترجعوا. ايه؟ ان شاء الله خير. شو بدنا نعمل؟ كيف تحضيراتك كان مع بيبي صغير؟ كتير صعبة، كتير مشوي، صعب كتير. الحمد لله توصلوا بالسلامة. وصلكن عبر رسالة من السفارة؟ اتصلوا فينا فيكن. ويعني هو كنا عم نحكي هيك مع العالم، هو شعور ممزوج بين الحزن وال لا ما في فرحة أبدا ولا 1%، لأنه نحن خلقنا هون وربينا هون. صحيح معنا جنسيات، جنسية تركية وكل شيء، بس نحن خلقنا هون وربينا هون، يعني ما بنعرف شيء فوق، طالعين على المجهول مثل ما بيقولوا. ما تم إعلامكم كيف المرحلة الثانية من بعد ما توصلوا على تركيا؟ وين حتكونوا موجودين؟ هل بخيام؟ هل بأوتيلات؟ هن قالوا لنا قال في مأمن ومأمنين لنا كل شيء، بس بالنهاية على الله مثل ما بيقولوا. حضرتك من أي منطقة بالضاحية عايشين؟ لا نحن بالنعمة، بالنعمة حارة النعمة. كمان الأصوات عم تنسمع طول الليل، ما عم ننام الليل والله، كنا من صوت الأصوات القذائف كلها كانت توصل لعنا. شو بتقول اليوم هيك يعني قبل ما تغادر لبنان؟ الله يفرجها، وإن شاء الله ما بتطول هالأزمة، ودغري حنرجع من بعد، يعني أول ما يعلنوا وقف إطلاق النار دغري راجعين على الله. شكرا لك. طبعا مساعي وقف إطلاق النار مستمرة، يقود رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن حتى هذه الساعة لا بوادر مؤكدة. لبنان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد أوضح إلى جانب وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب من أكثر من مكان، إن كان من نيويورك ومن لبنان، بضرورة تطبيق 1701 وضرورة وقف إطلاق النار. قالوا من نيويورك بأن حزب الله كان قد ووائل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان قد وافق على المقترح الفرنسي الأمريكي، إلا أن الوضع الساء بعد مقتله في الضاحية الجنوبية بغارة عنيفة. كل هذه التطورات إذا فينا نقول يعني لم توقف المساعي الدبلوماسية، ولكن أخذت المساعي إلى نقطة أبعد. يسعى اليوم رئيس مجلس النواب بعقد اجتماعات متتالية مع الكتل النيابية ليكون ملف وقف إطلاق النار إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية. هو يقول بأن اليوم يعني يجب انتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحديا لأحد ليقود هذه المرحلة التي المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان. زيارات دبلوماسية من وزراء خارجية عرب وأجانب، وطائرات مساعدات إماراتية وقطرية. مساعدات عينية إغاثية وطبية تصل من قبل الدول العربية ووزراء خارجية فرنسا. والرئيس الفرنسي كان قد دعا أيضا لضرورة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. اليونيفل وقوات حفظ السلام في الجنوب كانت قد دعت أيضا إلى ضرورة عودة الحل الدبلوماسي، وقالت بأنه هو الحل اللي الأنسب اليوم، العودة إلى الحل الدبلوماسي. وأت
تفاوض حول وقف لإطلاق النار مثل ما عم نشوف نحن موجودين بهيدا الساحة. دخلنا إلى هذه القاعة التي تم إدخال كل الأشخاص اللبنانيين الحاملين الجنسية التركية إلى هنا للتأكد من كل الأوراق وبطبيعة الحال لإدخالهم إلى هذه القاعة تحضرا لوصول الباخرة التركية التي ستعمل على نقلهم إلى تركيا. مرحبا. من أي ساعة أنتوا هون؟ قد الساعة ما بعرف. لا الساعة 11 و10، جيتوا على 9 الصبح؟ لا جينا على 10 وشوي، عرفنا أنه حيصير في تأخير فتأخرنا شوي. أنت ومين حتغادري اليوم لبنان؟ أنا وأمي وجوزي. أنت وأمك وجوزك وين عايشين بلبنان؟ ببيروت. بالمصيدبة. بطبيعة الحال كل العاصمة بيروت كانت عم تسمع الغارات. اليوم كنا عم نحكي هيك مع العالم شوي وعم بيقولولنا أنه ما بدون يفلوا في غصة كتير كبيرة وحزن على هيدا البلد مع توسع دائرة الغارات والتصعيد مع إسرائيل. اليوم شو بتقولي هيك من لبنان قبل ما تغادري على تركيا؟ يعني أكيد كتير بعز علينا أنه نفل، خاصة أنه كل مرة منحاول أنه نحلم بهالبلد ونحاول نبني. ويعني نحن هلأ جديد مفروض كنا نقلين على بيتنا جديد، تركنا بيتنا وحملنا حنا وفالين لهلأ نشوف شو حيصير بالوضع وما عارفين نستنى وإمتى حنرجع. منتأمل أنه إن شاء الله تنحل عن قريب ونقدر نرجع قريبا لنرجع لحياتنا لأشغالنا إن شاء الله خير. كان في خطط، كل شخص عامل خطة لحياته شغله. يوم عرسه، يوم كان مفروض يكون عرسكم وتلبس الفستان الأبيض، وإذ أنت هون مع الشنط وعم بتغادري لبنان بباخرة. صح. عروسة الحرف صرت. هيدا شيء بحزن بطبيعة الحال للأسف. يعني كان في مستقبل رسمينه لإلكم بقلب هيدا البلد؟ أكيد. كنا صرنا سنة إنه خلاص رجعنا وقررنا إنه بدنا نستقر بلبنان ونرجع نبني حياتنا هون، وفجأة وقتها ابنا خلاص وقفنا على إجرينا وخلاص عملنا بيز بلبنان بيرجع هيدا البلد بنزلك بقلك إنه لا، ما هيدا البلد بعده مش ستيبل. نأمل إنه نرجع نعيش بلبنان الآمن السلام، نقدر نحلم فيه نبني فيه أحلامنا ونعيش فيه مع أولادنا إن شاء الله. كلمة منه زعلان أكتر منه، هي في عوجة بسمة مسمع بالقلب في غصة، أنت مش قادر تحبس الزعل. صعبة. كنت عم تحضر للعرس قد ايه صار لكم؟ 6 سنين سوا. 6 سنين ورجعت من برا كرمال عيش بلبنان وعلقنا. وين كنت عايش ومن امتى؟ بسلطنة عمان. يعني كنتوا عايشين يعني مش مع بعض ببلد مختلف، علاقتكم كانت كمان long distance relationship يعني عن بعض 100%. وست سنين long distance relationship كتير صعبة. رجعت بجانيوري هيدا السنة ورجعنا قعدنا سوا وعم نحضر للعرس وخلاص وقعدنا هون وأسسنا هون وصار اللي صار اليوم عرسه. قد ايه عصبت عليها؟ قلت لها كله من وراك ارجع. لا والله حرام، بالعكس يعني هي اللي كانت عم تقلي خليك فوق. انا بقول لها لا انا بدي ارجع، بس ان شاء الله هلا الرحله تكون هينة علينا، ان شاء الله نوصل يكون كل شيء هونيك مجهز. ما بعتقد ابدا ولا 1% كان عندي شك انه هونيك يكون كل شيء جاهز ابدا، فان شاء الله يا رب. ان شاء الله خير. نتمنى لكم التوفيق بهيدي المرحله الجديده اللي حتخوضوها على امل. راجعين ما بطل هم. شكرا. كان من المفترض بان يكون عرسهم اليوم، وإذ هن موجودين بشنتيون عم يتحضروا للمغادرة عبر الباخرة التركية التي ستنطلق بعد وقت قليل من بعد ما تفرغ حمولتها من المساعدات الغذائية والطبية في مرفأ بيروت لتعود وتأخذ كل اللبنانيين وأصحاب الجنسية التركية من هنا.
هيدي هو الوضع اليوم، وضع اللبناني اللي عم بحاول انه يهرب من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان، هو واقع يرفضوا اللبنانيين وفرض عليهم غصبا عنهم نظرا للظروف جراء استمرار عمليات القصف في مختلف المناطق اللبنانية، إن كان بجنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية. عدد كبير من اللبنانيين نزحوا من بلداتهم وقراهم، موجودين بمراكز للإيواء بمدارس ومعاهد، واليوم الحكومة عم بتعيش يعني عم بتحاول أن تلاقي مأوى لهذه الأعداد الكبيرة. اليوم عنا مشهد آخر، لبنانيين عم بحاولوا أنهم يخرجوا من لبنان عبر البحر، عدد كمان من اللبنانيين يغادر لبنان عبر المعابر الحدودية مع سوريا، رغم أنه هذا المعبر تلقى غارة في الأيام الماضية، غارة إسرائيلية منعت مرور الشاحنات والسيارات، إلا أن عملية النزوح مستمرة ولكن مشيا على الأقدام. طبعا مطار رفيق الحريري الدولي لا يزال يعمل حتى هذه الساعة، والطائرات تحط وتغادر في عملية لنقل الأشخاص الراغبين بالعودة بالمغادرة عفوا. اليوم في صعوبة لتأمين تذاكر السفر نظرا للإقبال الكبير، لا شركة أخرى غير شركة طيران الشرق الأوسط تعمل في المطار ولا تزال تعمل رغم كل الغارات التي أيضا تصيب محيط المطار، على أمل بأن يستمر عمل هذا المطار بطبيعة الحال. هذه هي الأجواء من هنا. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وعلي شير.